دلوقتي في كافيه او في استوديو اسمه براندا. براندا صح؟ براندا. ودلوقتي هنعمل سيشن هنصوره هنا ومعايا صاحبتي مريم هي اللي هتبقى بتصور، ولا لا دلوقتي هصور البيرولز وبصور شويه صور من هنا وهنا وشويه، وهتشوف الصور اللي هي صورتها واسيب لكم برده الرابط بتاعها في صندوق الوصف لو حبيتوا تشوفوا الصور كامله يعني. معانا هنا الموديل ميار ومعانا حبيبه طبعا مخسفين جدا، ف يلا بينا نبدا التصوير. زي ما انتم شايفين هو شكله غريب جدا وحلو. احلى حاجه تقدروا تشوفون انا شايف نفسي بصور نفسي ازاي. الاضاءه فيه تعتبر كويسه عشان الاضاءه طبيعيه يعني، مش اضاءه سقف ولا اي حاجه، ده بقى جاي من البلكونه. ايه رايكم؟ تحبوا ابقى ادهن الاستوديو عندنا بالخلفيه دي؟ هيبقى شكلها حلو بصراحه. تعالوا نجرب. شايفين ابداعات التصوير اللي احنا بنصورها؟ طبعا انا مش بصور حاجه، انا بصور صوره يعني كل شويه كده والباقي كله صاحبتي اللي بتصور. هي اللي قاعده بتصور كل حاجه تقريبا. لا كانت حلوه وهي كانت حلوه. ايوه كده حلوه، خليها كده في غيرها كده. ايوه صوريها كده. شايفه الجمال في كده خلاص السيشن. انا مش عارف اذا كان الصوت هيبقى مسموع ولا لا، في دوشه كتير هنا. سمعت الاوترو اللي انا لسه مصورها وما كانتش الصوت فيها قوي، فيا ريتها تكون كويسه دلوقتي وانا بتكلم بصوت عالي جدا عشان الصوت بس. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. We'll be right back.